الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بفضلك يا رب العالمين. أيها المسلمون الكرام، اقرن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. من يبقى رسول الله؟ إن بعد في الظلم وفي الدمثيج والمغنيت أقض ظلم يوم القيامة يتجسد سلار بباب النس من دستيتين يتجسد الترام ترام كونترا يتفاوت، لأنه يوم القيامة الشرميزي غني ربليح من هذا بندر راك بندر غارض غساس ونغاية في انتفاوت قايم جب بإذن الله، ونغاية في البثاوت يوفى الترام قال رجل عذاب الله يحفظني. قال فات الأخير أنت في جل سباب النجاة العلامة بأن ابن ما قد مليح من غير في خنس أصفات كالغنبور بس من الله. ولهذا قرن بعد في الدرم أقيد دكور الترام يوم القيامة ابن ما يتويري. نعم، يوم يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، توري القرآن العظيم يتشنغ في المشهد في المشاهد القيامة يقارك المنافقون ولو غاسم تفوت يكسس سيد ربي فوقت خسير غاسم ترام تولدي ولا جوان زاد سن غاسم تفوت قال سن اخ زادتي وغان غدر شوي تفوت تغيس نيويورك من دا سن غينين سنين. انظرونا نقتبس منكم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. نعم، الناس المنافقون قرصن المؤمنين دوان غاز جنة دوان الصراط أجوان خسراتي لين غاس نتفاوكتي نغني والو يا وانسم الناس نخزاتي وغان نخمتي وورو نقربتي وجزان شوي نتفاوك الناس ما نفهم كم يوقع تفاوكتي الناس نعقب غاد الدنيا غاتو ينفاوك ماش تبني ولا نشي هو لا عقب غاد الدنيا زيشان الدنيا قيم على جان الدنيا غاس يعقب يجي سيدة ربي شام وعقاد. ولهذا أيها المسلمون سيدة ربي توصين غمار يقال نغوض الدم في جون نغني قاد درمي الدكور الترام يوم القيامة يعاود إن شياكم والشح غاوم زي البخل الشح قاتل البخل الشديد لا بالنسبة بخير وزيز تفغر رحمة نهائيين وخاف عصاب تم وزيز تفغ شمارة إن الرحمة في خفنهم زبوا. ولهذا القرآن قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واللي غاي جاوز إلى ربي سيكس البخل زقور من سيكس زقور أقالوا النزي المؤمنين ينجحن غاس إلى ربي تحبه من دسني جاي مزورة إنك يمارث وين زيا وين زيار وكان غلايس نهارا كان غلايس مؤكد ما يمي واسني الشخشا واسني هدشا رحق الناس واسني تيش أهدى على نسي أبي كارم أسي شمين وايد جيمز بس غاف النسي وياست إجي ونغني يا يزن في مغارب إن قيم زورة يا مو يجيب إجني وإذا صغاثي ونغني إجني بخرق ونغني إجني وقال لي بخارك ونغني إمن داس نجا اسم غيث نارا من ورن جغارسي ونمر تمسن غانسة الزرد إذا منسن حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إنك من استحلوا محارمهم يعني إنك أذفني جغو ونغني سوق الجيج ونغني وغش يقرنش وتفغش يهداه منش شي غير في صغار مني ولا يزش قيل زعما سيني غلا ثاني توارد شين وزن فرنو اه الرز الحق نسي فرنو فريانا قنس فرد لا استحلوا محارمهم اكسوها ارمي غان غزور الخاروطة الخاروطة الحاروطة ويوفي مشيشتي
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وإياكم والشح غاو محضة بيقفلون الزيز الأمة قد فهم دينس وشوافه من مزيث اليوم وما رب يخفلينها كقد جان سقيوع تاصل أبن الغيار الوطا أبن الغيار يا رب دار نضغاو بريد تاكو الشح فإنه اتقوا الشح فإنه ماذا فعل هذا الشح هذا حمل الناس على سفك دمائهم أهلك من كان قبلنا وحملهم على سفك دمائهم واستحلال محارمهم إذن دنغ الناس إذا ربي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بإنهم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشد القرآن بالحديث القدسي ومشناه القرآن إلا أنه الصفات دون القرآن يقرن النبي يقرن غرب بالنق يويتي بخاس النبي صلى الله عليه وسلم ورسل ربي إننا قالش حار مغضرب غيق بينه حار مغضرب غيق بينه دي خجاره ومحرام قاف ضرب مجون نغني غارة تشي غيق بينه ضرب ذو ماشي ورس مزين وموال استغفار هاس تاذا السمح اهدى على ذا استوذى قرين نسني غادي السوق وانا اعوذ بالله يمين إن سيدة رب العالمين إننا وما ربك بظلام للعبيد سيدان في وايد الدميودة ولا يظلم ربك أحدا وما كنا ظالمين وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا القرآن العظيم سيدان بيقال مش قواد الدموحة والنيش ينشو معمول السن لا يضرب يقفل السنين العقوبة أني يمرقى كيس أوتوماتيك فقد كيس بوركي جفانطة ولهذا قرر فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم أقيو ذاين ودي حرم خاسي سلاف بيتصل لموكل استمتاع الزي سنتي وذني هني حرم خاسي أش حاد الماكلة في غان غمشين حلال نهني خاسم حرام من زي لأنه بظلم ومي سلاف بظلم شد زيان وخارف فغنا برد إذا ياخذ سلاف بحرم خاسي في مسرعين حلال طيبات وحلت وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم نعم ثم يقرن الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ القرى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد يقرن القتل ربي مريق مغيشي الظالم قاقمتي الغيخ غفاتي كثيرة يوغى العقاب أقوى الدرس غيشي الغفوس ما هو يتبغوني ضرمن يا زمان السيد ربي بصغور يعيش يدي الملك الناس يكشى العقل الناس يكشى صار رزق الناس نارا يقايد الدمخ من واثي يزري حد كأنه واثي تويري حد أنا يتغسل أزري تغنت سنجعل قبال السيد ربي العالمين إن أخذه أليم شديد كل الجنزين غمياء يزرم في مغارين أيها المسلمون يخسري بذوال واع قام عليك كي نبقى مرة عرف نسل من دايس بوالا الوعيد للوعد الشديد دايس يدان إلا قوى الله إبن لما دي سوي الزر يضرب حد سوفه سنس ولا سيد سنس ولا سشا ولكن سقسى في خفنه من هارا أي يا زنا في مغارة سقسى في خفنه ما مش ندان الشيء ما مش ندان نفس المغنى هارا ما مش ندان الزرنة ما مش ندان السلوك النغ ما مش ندان كومبورتامينت ما مش ندان العلاقات جارنة من عرض الخبار يصيب بلاد المغسلة بيزيد درم لا غاون وايوفين أدري غاون وايوفين ما مش غير جاب يضرب من مغنيت والدرم ما تسلم قواس بول حد كمان ما في الناس تصغر في بنادم ولا بقوار ما نفسهم تبقوار نغس غفرت نغني بخاس شعب وحساب ضد درم ويسني في النفس سني أخمي تساز تريسينتي أخمي تساز خمس السنة النفس كل جن زينة السنة خمس مرمي يضرم والنظر وخان تسرى تسرى يا ورسي الجنة تسرى بأن الضرم ترى ما مشنا وما مشنا غينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسن إلى يوم القيامة نفترام السن إلى بنظم الله يحفظنا وإياكم في عاقب سيد ربي السن إلى ولا بد يخدس السن إلى ولا بد زير حسابي تسريا ورا مرة يتورى الوصيفة مرة سقار من رسي تبغى في التوي يتسرى سمجنس أمني جوان تسيفر ذي المسجد نهر ما يتوقع حجتنا عمادة السن يا قب
يتسغي من ذي الترامب ولا أعوذ بالله. والناس الناس والظلم ممشية من النفوس، الظلم ممشية من النفوس. فإن وجدت نفس لا تظلمه فلعلة لا تظلمه. ما لا إن سقط ظلم طبيعة الجودة أم يعني يظلم في مغاري يكون الجن زي نقد طبيعة لابد أن يكون مغنطة في ظلم أخس أخسس لابد. وإن من في شن الجن وايد الدم وايد جبود ظلم شن شق الدنيا من من شيء من يعني شنية فهو شوية كذبة شوية الخوف شوية الإيمان شوية التقوى يغلع الجوي زماوة نهوي زما هاي نوا فلعلة لا يظلمه. ولهذا أيها المسلمون الظلم وين يجيب ميراث من إسقار صعرة تارك يوتيرا وين البرنامج الظلمة الظلمة وين تاتي إبليس وين جاي الظلمة زوام مرة ذي العالم متى شيطان أعوذ بالله الظلمة مقرة إيوا ميت يسلم يسلم في فرعون فرعون يعدو في المار يزدواني الشيطان نيشا مي هو مثل يسلم مني ومثل يسلم فرعون يسلم في مار المتكبرين والجبارين الطغاة إني ويكبر النصيحة ويكبر التواضع ويكبر نواري سبحان ويكبر الحق مار ينا أقل سقن في رويا تواضع لا الظلم سقن دايس في الظلم وفن دايسين المتكبرون غالة في البنادي متكبر جبار ويكبر النصيحة ويعطي كما كيودان ولا غاسنين غاسن جز جفنس ولا كيسنيمون ولا سنين زايوم ولا جدوماتهم ولا يسغر همنهم ولا يسغر تمارنهم وهذا الشقي النهائي نسني لا قدايس طبيعة من الدرم وانا اعوذ بالله يلحقوا ثيران وثين الجن الميراث الانبياء الميراث الانبياء الصالحين المؤمنين المخلصين نهني دي الجن حق نهني الجن في الحياة نسن ومن مذن الجن في دوانس الجن في دوانس نوم اثقال سلم الانتهي وذان سلم سلم انتهي استقنير حق ننس نيوذان اقدر حق وانا كم انتهي دان سلم شنو باش تهي دان دوشت الانبياء الصالحين وافر المسكين عمرو ويقدر انت انقع انت واي السنة اللي يور نعيم واي السنة اللي يور نعيم واي السنة اللي يخيق ولا اللي يزري ولا اللي يضرم ولا اللي يوف ولا اللي يجي البغي ولا العدوان ولا الشاء انا بني. ولهذا وميراث نسن الجن في تاريخ نسن ملايين ذات جند الفلوس جند قروان الأنبياء الصالحون جند الحق الميراث مثل العلم ذي الحق نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من ذا غقة يقارن الظلم ثلاثة ماركة إجن الدرم ولا يسمح سيد رب العالم إي الجن يسمح ذاي معليش يوم غنيت وغسي عدو حمي فكي ثلاثة الظلم ثلاثة ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره وظلم لا يتركه فالظلم اللي هو هذا يسمح ان الله لا يغفر ان يشرك به والغايه الجنيش مشريك اكسي دار بنت يخرقيه يا رزقيه يا عيش عيش الدين بالكنيس يهدفين يا رجال يسلم نارا يجيك الشرك اكسي دار بهم يقاش يعبد حد النظر يبقى حد النظر يفشى يورنس حد النظر براسي دار يفشى الولاء للعبادة للخوف للمحبة الطاعة الاهتداء الاستقامة إنه وش زي سنين شنير ذنين إنه مرة يسمى لما سنتني حب الميزر يجي مخروقة من كتا من خف وش النقطة دي الدولية ما سنغ من غيري عن النقطة يا وكاي الناس اللي قد شقيتي ومسور إذا وش سمري غصني ذا منق أنا بعاكو وهذا الله يحفظ وهذا يجي الشرك مصيبة واللي يبقر المرة واللي غير يعبد نظره اللي عبد شان الصنم براسي ضرب واش غير قوايد جا رسنا من نهار قريب رسنا مؤكد من ان الحديث جدي وزروع هذا غير ابن من النحاس ابن من واغ ابن من الوزار لا انما الصنم يقول 8 دراهم يصار رفي يدور الفلوس يدور بلا عيشه يدور تدري يدور تقاقشه يدور الحياه يدور دي ندير صنم ما الصنم تاع جيجي خاص بنادم ما رقد قد يستفكر انت واش اللي يسمح هذي راح عاوني في غرق النار سيني ما يتوغش سيني واش تغى عبد غيري واعوذ بالله نعوذ بالله ان الله لا يغفر ان يشرك به وان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون دي قصيده والكافرون نهني جد الظالمون مروا ويومين زي هذا الدين ونتك ووالا ونعوذ بالله ثم اش الذنوب من يغسل الذنوب نغنيت يسمح له السيد ربي عيوني غيضر من نفس المسالي بالمعاصي هذه التوب هذيك الترم هذيك المعاصي صحيح يشوق لي الضلال يجعل لي نتور معصية وشانيني من ربنا ظلم أنفسنا ولا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسين هكذا لتسيني سيدة ربي يا الله لا يعفو
مشمالي تبني شمي عبد الله تبارك وتعالى إيش الدرما ليس سمع جارنا ما لا يغش جلدش ما لا غرمش ما لا تعدي خك سير سيلو ما لا مش جد خك وكيف شيخش ما لا غلب خك ما لا في خك كبير إيوة تبني قصيدة رب العالمين لا بد أن غيس بدي شقدر يوم الغنيس يلي الهواري شو صاحب سيدنا ما غوا هك ترى ودي هذا الشهود يغجاج نراك ترى هذا صغار مني هم رميتي ويد هاش حد سكواها قداسة سيدي الدا والله ما تنجمد حماسة الدا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من ذا غطاء يقرر انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصر أخاك يصاروا ماشي وخا ظالم وخا مظلوم إن الناس يا رسول الله مظلوم من السنين ما لا يروح الصغار الناس أكيسني بدا في ديار ما لا يروح أسر حق الناس أكيسني بدا أكيسني معه والحا ما يارب حق الناس إذا أنا ظالم إن تتفرينات أتسبدد أنا السنابري ما لا توارد ظالم يتعدى والسنابري ناس تسبد ولا بد أيها المسلمون الكرام ولا بد ومن دوم غيره وإني سنة للسيوري قالك لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن تنمي من يخسرني وولا يقالك ما لغاك بذار وذجم حد وذجم حد أقام لا تضرب الحد لا بولا في الزمان أقام لتضرب في قصني ولا استريح تغيب أي قصص تضرب مني تكاس تجير في الدعاخك دعوة مني خاكيك دعا سيدة رب العالمين قيفة قويتس وبقي قصصيني غير في وشة لا والو ولهذا ونزمان ما لغاش نضرب يقصى في بعض قبريل ولا بد في كس مك ما جاء مش ما جاء من دماء التصيد عبد الغيوب يا ارحم الراحمين من يعني الضرب ما يغير اخوانا نفسر التصيد باش نستهام مرة المعصي المخالفة يدين النغ مرة المني غير خير في الدين النغ الشرع النغ قاعد دين النغ الشرع النغ لان نمشي دين سلم ونغاي خير في الشريعة الإسلامية ذي في مواف ما راي خير فيك مين يخسي عنا غارة ذي خير في الشريعة الإسلامية يضرب من ورد الظالم صاف أوتوماتيك يدك ورد الظالم لا يزني الطمات غارة ذي خير في الدين يحن جيرين يحن جان يا يزن ذي مغاري وكين غير يزدغل مين يخسي عنا الحالة نس أول نس صاف نس صار في سمسي تق مرق كبير مرق فيشنو الدين الحمد لله ملك مخالف الدين كونتر الدين يستظالم ظالمة ولهذا يتصين وصلاح بي قرانا هذا الشرك قدر من المشركين مغا لأن الشرك يجب الظلم مغا والله يودع ربي خرق شيء كشيك مرة من غاك شكي تحت حد لحد النظر تحت عبد لحد النظر وليس من باطر وانيتين هيا وليس من ظلم ظلم قراني نهاية نخصي داربي إذا ماذا نغيس شيء وكش الصلاة إن الغزال جلس باش غير غير راح يجي الظلم ظلم قرا مين يعني تكبر ولكن مرة من وايد زيد بيني تحسب متكبر متكبر ما غير يوجد يرجع يوجد يسجد لسيد ربي لأن الركوع السجود بس الإبلاد ذكر من هذه الغزال القبر سيد ربي أغلب من مش المخوار من ذلك مرة يكوار فلا أغلبه سروسي في ثموة يوم مرة سيد ربي باش زيد غير كسيد كبر النيل إن الكبر النيل يجي الظلم ظلم قرا مين من الغينها خبينه إن الغوست مشرف ما فين يتوين غير عقل البوري غير نسيا مرة نسيا غاس الدنيا البوري وعسى عالم نسيا الخمر ما نسوا بينه إما ماذا يقصد ربي الزنا حرام ما يمي لين غير قدان تهاونا أنا قدان تبدو السن الأصل زين فرع مني زين ميش يجيز قديش وما زقماش وتماش ما نسينا المخلطة المخار وما نزور كتازين بهاي هذا فضوع نصبح الحياة إما ماذا نغينها في الليوات ما يمي لأنه ذي سيزن الضرب ضم قرن واجد وني لم يشني خلق سيارة بالعالمين الشغل إما يمي ذا نغين هاي إن ذين ثاني خطاق في الضغية الغية باش لأنه أخسنا بحر وقتوها ما يمي ذا نغين ها سيارة بالعالمين إن نغين وتعدى في شخون نغني ما سلم لا نتعدى في شخون نغني آت الورغان غيش نفوغة وادو تغي دول الجيش وادا نغي دول ما لاش الضرم ضاين الضرم شوق ضاين شوق ضاين أكي محكمة النور تغاق المحكمة 100% ونهار يبقى النار غاص النخبة إلى ما رأي من الفنسيوي يبغى المحكمة إيه إنك شافي قيم ذينوة ما قال إنه هو جو تغيسكم هاي نزل الغين هاي ننغويد الجن في جون نغني إما من الغين لو تسجلوا جارهم بطر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ما إلا لأنه ما رأيش من النوم يتسجل يوزن بطر ويخدم ودي تيوير
هذه قمام اللي تعيشها بنتي وذاك نهار اللي خلص فيه واد يوشا يهضر في واد يوشا سيكسي واد يوشا يتاري واد ولهذا انا غويت تتبوا قالوا باطل تروح تخدم كل جنزه وما يخدم يترى بلاتيك ولهذا ايها المسلمون الدين هذا اللي غيمشى فيه لرب العالمين من يمين دايس دايس الايمان بالعباده امن كانت عبد السيد عبد الله وقت ما ينادينا الايمان بالعباده ما راه هذا نقص ديوين دي الشغله وهذا نقص ديوين دي الشرك هذا دي الكفر هذا دي المغيجو المغنيره انت عدا شكون المغنيره ما تلقي ما نسى ما يحلاش في سيدي ربي يحلاش زين غنيني للمؤمنين يحلاش زين غنعبد لا يحلاش انا نبغي عدل ماشي الشغله ما تؤمنش واه ما تزاديش ما تعبد سيدي ربي هو مره الظلم النكسي مره الطرا النكسي حنا راه اللي كيتوي الزاديد ولهذا الشرك ظلم ذي الدين ما لا بنادم يقول المشرك خاص الظلم ذي الدين ما لا يتعدى خي وذان خاص الظلم غا كيوذان إما لا يقال معاصي يظلم يخف الناس فأما من خاف مقام ربه إلا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أيها المسلمون الكرام بلغ الزامي ورقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بن أزر خوات النفتة سيد رب العالمين أن نلغي وفقنا وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وسيد المصلحين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين أما بعد يقرن النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء تيني ولا من دي استعرف ذاك نارك مزيخة ذاك من يقاتل والله حماس بشي من حق الجيل النغنيت والله حمدك شمام سجدي لا تؤدن الحقوق إلى أهلها والله حمدك شم الحقوق الجي والنغنيت أرماني إنش حمدك تخسيني وغدبوا الشاون أتكسير حق خني غدوا الشاون تكليت للدنيا أريد تخسير من جس غيك سيدار أدياوي يخسيني وغدبوا الشاون أتكسير بقباري خني غدوا الشاون أسيني شم فكسير تانيتيت واه سيدار بيخسير طيور كل شيء أحصى كل شيء عددا أحصى كل شيء في إمام مبين كل شيء يرى أسيني يلا شو استصغاه نسلين ما شم غادب أدخل في كينس ما أدخل في كينس أسيني يلا كونوا تراب رخو يورد شاب رخو بين ميدا شدر غيسي سيدار بيمان يتوب بيحق ثم قرن سيدنا رسول الله والمسلمون الكرام قرن غير الله لا يملي للظالم إن شق سيدار بالعالمين تشي تنبيه سنسغوني تقسب سغوني ونيدن الضرب إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت قام يتغيب تفاد بسرائك سيزم خوي قوى خانها ربنا لما قيد جوال قبرين ترامي الدنيا ودار وقال فمليا النس وخطم غار نغري حنجا نغويقس يعني ما رجلس أي نوع من الظلم لابد يخسر التسمح أقل سيدة ربي بالقصد بصغون وأقل مدغي التفاق بس لا يكتز بقول ونعوذ بالله ثم يقرن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة في ماله أو في عرضه فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمة أخيه وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاته فحمل عليه من سبيل وولا إقرى شاهو بكتواس مشاجي ونغني السنة لا يضرم ماس إخسر زي سين في كنهارة من ذي يضرم إما ذي الشرف النس ذي العرض النس ذي ذات النس نغب وجر النس ما رأتوا شي ذي سين يضرم الحد ذي الشرف النس نغب وجر النس إن اشترى السمح نهارة مفكة كيس نهارة قبرت ذي فرد وابجيبوا 12 وابجيبين زيغة تكذ الناس الحسنات السيئات ما لغا سن حسنات غاوني قدني بذان هذا سن تفنان مرة الحسنات نسا ميغا يا أبو حدا سن ملائكة اللي برون نسا ذي كوالا الحسنات هاش كيلو راسيني ويا وشكمي غاو الزنق المجمع مشان أن هذي غير أحغار حسابة نساويني وذان كوش أيها المسلمون انتبهوا أقام إن جاءت في الوالو في العاشر والو إلا الحسنات مني غادي تكسن زي الحسنات أخمي بس تكسنون قزان هارا ما رسول زغيك غاد جيب زغيك غاد يدورو في النغاد وها مش غاي يقور مش غاي يقضى فما قالوا كثير الشيء يكسن مني في الحسنات دي لغير
قال لي انت غير حق دير ميزان ما لا يخر الميزان امين ما لا يبسو سوا فما من خصمك فما من خصم موازينه فهو في الله يحفظنا واياكم يا فامه هاويه يا رب احفظنا من النار يا رب وقبل ما دير تنعشين من شهر سجلنا حسنات سجلنا حسنات مروا لو عاصر حسنات غاسا كتبن سياب مني غاسا يزيد بخير مني غاسا كتبن سياب غادي نوري سوا بينو غا من واه يسوي يوشا راه من واه يوشا يسخارق من واه يسخارق يستمر قريب غير سنين وياه أنتو في الدين وما عادش جن سويت بينا من على الجميع أسينا ودي قاي سويت وين شقاق خمس الله توا أيها المسلمون ألا بد قصنا غد انتبه لتسرعينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن أقا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ثلاثة مش المحامي خاسر قيم نغليز كيش أكيش مقابل أتمقابل لك المحامي من يعني رسول الله وين يجي ناس قرار حد دوله شد أسر حقيقة مثل المحامي أنا خصمهم من ديس يا سيدي من سوى إن في الجنة وكرم سيد رب العالم إغدار كرمتي ودنس يسمى سيد ربي قين ديس الخاف سبيل الله ثم يقول ذا غدا ذا كدا ذا خدا ذا شفا انتسل فنتي ودن غدا غدا نير كرمت نير أنا نساوى نير قين ديس الخيا نير قدنا سحاجة نير نهارا جاء إغدار جمعا إغداري ودني الجنة وثنين نير الجماعة إغداري ثمس الشر يسيبدا وانتت يوم القيامة سيد رب العالمين إذا صغير يسيد المحامي غد زي سيكسير حقا دي فيه ولاني مار مالا والو غد زي سيكسير في الدروب نصر مار ما خلتي إيه الجن دوانت إيه الجن غنت من إدعاء إن إشباع حرا فأكل ثمنه إيه الزنزيج مواريز نير الزنزيج دمغات ما غير يزن كميزان تمغاري دي سوا لا هو يقان الزنزي في عرض في الشام يسكي غا مسي يسكي غا جهنم يوم ما خاسي ولا يقص المؤامرة مقان دي الزمان يبي يشكي مخاس كي يسوي قتوالا من هارا الاختطافات مش دل دي الشوارع وما هذا حدا الخلفان يسير المال يدكي للشنوات نظري قاد غي فهم سكين مارا بزيزة نوي سجينا مو قسر من نيته سجينا مو يزنزي ثمات ها باع حرا فاكل ثمنه ونعوذ بالله زنزني وغاني شو المغنيت نعوذ بالله يوم المغنيت ان شي استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه اجرا يسخدم خدام يسخدم خدام يسخدم يسخدم ناس من غير مره الناس جداد ادي المجهود مره منهم من تما جيت هذا وحداش خدصه يلقاو من المجهود الناس وحده الناس ما يوارديش يمشي الناس يرفعوا وشي يبدا يتسد غاز يسقاقو بغاز نهار جايك من غاكي يا الله يا ودي شتخدم ذايات من ذاي جداد عزير الشغير قال لي شغل بريما الناجة شخصة لا يكون قال لي أب جاي بعد أي مزرع شو غاك عقير ثلاثة يا ينا ينا ثلاثة يا تغسل عبد العالم الواسين غيت دولا ذي جنز ذي سن يا رب يا أرحم الراحمين ثم يا المسلمون سلم إلى الدعوة دعوة الباطل دعوة المظلوم سيد عبد قايت الرت لابد وني جرم ظلم لابد أن يستجب سيد ربي ثلاثة دعوتهم مستجابة عند الله أولا المظلوم ثانيا المسافر ثالثا الأب بس ابن هذم ما ريد عاك الميس بس ابن هذم ما ريد عاك الميس يجي الدعوة لابد الميس نيات ترق الدعوة لمن وتقدقوها قد تسد تس في غوره ولهذا أيها المسلمون والسنة كنا مش حاجة في الدعاء معليك السنة من ذلك الدعاء رقبنا ذلك الكريتة في رب العالمين سمحت يا لهم من غير بقصة يجن يجن تقعد بس يادي ما دي سرمان يجن هاي يجن مسلم ضام قرا كم مرقة كيس يجن زين يجرب هذا سجرا هذا فرصة ذي كوربو إن سجن زي يسرم من الناس لا من عقدي ذي العمار اللي هو غلا على الحق نهارا زي خسيرة زي زار غنش زي أش غنش أدي زلزايف الله يوجيب إن دو خاسي فاشي